أهلا بكم من جديد. كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية تحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة طرحت أولى مناقصات برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة من قبل شركات التطوير العقاري الخاصة في المملكة والتي تقضي ببناء 132 وحدة سكنية في أراضي حكومية تقع في ضاحية اللوزي. وأكد الوزير أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لا سيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين. أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل الجسر يوم الرابع من شهر يناير الجاري رابع أعلى عدد مسافرين منذ تدشينه وبأزمنة عبور قياسية، وذلك وفقا لإحصائيات جوازات الجسر. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن إجمالي عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بلغ أكثر من 122 ألف مسافر. وسجلت أزمنة العبور وفقا للمؤسسة 26 دقيقة كمعدل زمن إنهاء إجراءات السفر إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة، و 41 دقيقة كأعلى زمن تم تسجيله، فيما بلغت 35 دقيقة كزمن إنهاء إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية في ساعات الذروة، و 48 دقيقة كأعلى زمن. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية. فقد أقفل مؤشر البحرين على تراجع نسبته 2.26% مغلقا التداولات عند مستوى 1575 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,054,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 700,000 دينار تم تنفيذها من خلال 92 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل مشاهدينا إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نتابع كانت جميع الإغلاقات باللون الأحمر على تراجع، وكانت بورصة الكويت أكبر المتراجعين بانخفاض بنسبة 4% تقريبا وبإقفال عند مستوى 6692 نقطة، وجاء في المركز الثاني كأعلى المتراجعين سوق دبي المالي بتراجع بنسبة 3% تقريبا وبإقفال عند مستوى 2684 نقطة. في الشأن الخليجي أيضا، أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم 52 والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط قرارا بتعيين الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري بمنصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد الدكتور سعود المشاري من الكفاءات الإدارية الوطنية المميزة. We'll be right back.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري. مساء الخير دكتور عبد العزيز، وفي البداية نهنئكم بقرار تعيينكم، وفي البداية وفي أول أسئلتنا، كيف ستنعكس خبرتك القانونية الطويلة على أداء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة؟ بداية شكرا على الاستضافة. حقيقة سوف نعمل في المرحلة القادمة على استكمال آليات توحيد الأنظمة والقوانين للدول الأعضاء، ووضع مسار جاد في عملية تطبيق الأنظمة الموحدة بين دول المجلس، كما سنسعى لتوحيد الأنظمة عبر تشكيل لجان عمل من المتخصصين تقوم بتشخيص التحديات، تمهيد لمعالجتها حسب القضايا التجارية وفقا لقانون كل دولة من دول المجلس. كما سوف نعمل على دعم الرؤية القانونية لمراكز التحكيم في دول المجلس في القضايا التجارية بشكل أوسع، وذلك بهدف التسهيل والإسراع في اتخاذ قرارات مناسبة حول هذه القضايا. كما سوف نعمل على الاستفادة من تجارب دول المجلس وفي مقدمة المملكة العربية السعودية في إنشاء محاكم تجارية متخصصة تعزز من دور القطاع الخاص وتؤسس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها. دكتور سعود، في الحديث عن المستقبل، ما هي خططك الاستراتيجية فيما يصب في مصلحة الاتحاد؟ والله سوف نعمل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الغرف الخليجية الأعضاء والأمان العامة بطبيعة الحال لدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي والجهات العربية والعالمية ذات الاختصاص لتحقيق رؤية إن شاء الله لدول مجلس التعاون نحو عمل اقتصادي مشترك. كما سوف نعمل على تفعيل السوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي ومعالجة تحديات المناصب الجمركية بين دول المجلس لزيادة حجم التبادل التجاري بينها. نعم، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري، شكرا جزيلا لك. أصدر رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وثيقة 4 يناير، والتي كان من أبرز نقاطها تشكيل مجلس دبي للإشراف على 6 مسارات استراتيجية لمواكبة النمو في الأمارة وقيادة التحول والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، إضافة إلى إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة وفتح قطاعات تنموية جديدة واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة دايملر تستدعي 744,000 سيارة مرسيدس بنز في أمريكا لأسباب متعلقة بالسلامة. كشف محللون أن الدولار الأمريكي الذي شهد أداء مخيبا للأمال في شهر ديسمبر الماضي بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر قد يواصل مسيرته للأسوأ في الفترة المقبلة. يأتي ذلك بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية العام الحالي بأنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في غضون 2 أسبوع، في حين يرى رئيس وحدة الدخل الثابت في M&G للاستثمار في لندن جيم ليفيس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض المساحة للتحرك في عام 2020 وأنه لهذا السبب يتوقع ضعف الدولار. أفاد وزير العدل الياباني بأن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية للقبض على كارلوس غصن الذي هرب من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. وقالت الوزيرة ماساكو موري أن النظام القضائي في بلادهم
لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية، معتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو أمر غير مبرر، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى عام 2011، وذلك لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكل خطرا على الركاب. ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات سي وسي ال كي وسي ال اس واي. وقالت الشركة إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.